عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع النمو المتواصل للمحتوى المرئي على شبكة الانترنت، يتوجه الكثير من صناع المحتوى إلى موقع اليوتيوب لتدشين قناتهم الجديدة والبدء بإنشاء الفيديوهات، ضمن منهم أن تحقيق الشهرة الواسعة على المنصة ستكون عملية سهلة. لكن يواجه الكثير من المستخدمين صعوبات شتى في نشر قنواتهم والحصول على الشعبية اللازمة، خصوصا مع تجاهل بعض صناع المحتوى للنصائح والممارسات البسيطة التي تساعد في تحسين شعبية قنواتهم. لذا إن كنت قد بدأت قناتك على اليوتيوب للتو أو ترغب بزيادة شعبيتها، فإني أقدم لكم على كل فيديو بعض النصائح الخفيفة التي تساعدك للعمل بفعالية على المنصة وزيادة شعبية قناتك. نصيحة اليوم: اختر الكلمات الدلالية الوسوم بعناية شديدة، وتأكد من أنها دقيقة وواضحة ووصفية، وتحلى بالصبر دائما، فأنت ستحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد للحصول على الشعبية التي تطمح لها. أتمنى نكون فدتكم بهذه النصائح البسيطة، وما تنسونيش وما تبخلوش عليا بلي لايك وديروا لي أبوني، وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم.
مش كتلقى تاني ختو إلهات. يا ريت مني كيدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كيدايرين مع الصحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير، تكونوا على خير ان شاء الله. بعد ما جينا من السوق جيت ندير واحد شويه ديال الاملو. المهم ما فيش زعما ما فيش ساهل دغيا كيوجد، انا كاينه شحال من طريقه، غير غندير معكم هذه الطريقه. هذه هنا بالنسبه للكاوكاو، جبت الكاوكاو داك الكبير راني حمرته مزيان في الفران بهذه الطريقه هذه. وهنايا عندي اللوز هو محمر، عندي هنا تقريبا واحد 250 غرام ديال الكاوكاو. وهنا تقدروا ديروا الصغير الا بيتو، ماشي ضروري هذا الكبير. المهم داكشي اللي جبت انا دابا، جبت هذا الكبير هذا وحمرته مزيان حتى ولا بحال هذا الشكل هذا. وعندي هنايا شويه ديال اللوز، هنا عندي شويه ديال اللوز تقريبا نقول ديك 200 غرام ديال اللوز هكاك. وانتم ديروا بالدوبلو دوبلو، بديروا نص ديال الكميه اللي بغيتوا. وعندي هنا زيت العود، غنخلطوا بشويه ديال زيت العود وبالعسل. وتقدروا ديروا السكر كلاصي، الا ما كانش العسل ديروا السكر كلاصي، يعني السكر الثقيل. نبداو على بركه الله. غندير انا هادشي كلشي في مولينيكس. كاين عاوتاني واحد الطريقه اخرى ديال الطحن، يعني كنطحنوا هادشي كلشي عاد باش كنزيدوا عليهم الزيت وكنطحنوا. انا غندير هاد الطريقه هادي معكم ان شاء الله، غنشارك معكم هاد الطريقه هادي. بسم الله. غندير هادشي كلشي في مولينيكس. نزيد عليه، انا عندي هنا الكيسان ديال العلبه، عندي تقريبا واحد جوج كيسان ديال زيت العود. كاين زيت ارغان راه مزيان، الا كاين راه مزيانه. المهم انا الا ما كفانيش غادي نزيد. بسم الله على بركه الله، غنبداو ان شاء الله. واحد الكاس ثالث ديال العنبه، ها هو كاين اللي كيبغي ثقيل كاين اللي كيبغي خفيف. ولا نغيت من هاد نغار سميك. نتوما تقدروا هذا، نتوما تقدروا يعني الا ما كاينش متوفر العسل زيدوا غير السكر الثقيل. انا درت هنايا تقريبا واحد جوج معالق كبار على حسب الحلاوه ديال كل واحد كيفاش ياكل زعما امنو. كاين اللي كيبغي مسوس ما فيهش السكر، كاين اللي كيبغي بالسكر. يعني نتوما ديروا ثلاثه معالق ديال العسل ولا معلقه، المهم نتوما اللي بغيتوا. هذا امنو راه ساهل وكيجي زوين، كيجي رائع ومصوب في الدار. يعني جربوا هالطريقه هذه وان شاء الله نشارك معكم شحال من طريقه. راكم شفتوا كل شيء، درت اللوز، درت هذا، غير خص تكون هذه مولين يعني تكون شي طحانه تكون كطحن مزيان. درت اللوز ودرت كاوكاو ودرت زيت، تقريبا عندي ثلاثه ديال الكيسان ونص ديال الزيت ديال العنبه اللي درت باش عمرت. وتبارك الله راه خرج لي واحد الكميه اللي هي زوينه. ها انتم باش نوريكم، انتم راه مازال غنطحنوا مازال واحد شويه. ها انتم بغيتو يكون ثقل من هكا، بغيتو الا بغيتو يكون ثقل من هكا يعني ما تكثروش الزيت، ديروا القياس. انا بغيتو ما كنبغيش يكون،
انا الصراحه ماشي ديالي هذا، هذا ديال اختي صوت اختي الله يخليها ليا يا ربي، ودعيو معاها الله يشافيها يا ربي، دعيو معاها الله يشافيها، يلاه دابا ولدات وان شاء الله تكون على خير، الله يخلي ليها بنيتها ان شاء الله تربى في العز ديالها، والله يخلي لكم وليداتكم ان شاء الله كاملين. ومن هنا كنسلم على اخويا اخويا عبد الفتاح، وكنسلم على اختي حنان بزاف بزاف، ونقول لها مبروك عليك، الله يكمل عليك بالخير، والله يكمل علينا كاملين وعلى وليداتنا كاملين ان شاء الله. هو امي ديالنا انا خرج لي هادو جوج، وخرج لي قرعه كبيره تبارك الله، خرج واحد الكميه اللي هي زوينه، نتمنىكم نتمنىكم تجربوه ان شاء الله غادي يعجبكم، والله الا بنين 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 بنين. ولا نغيت من غير سميك.